أوجه رسالة بختام هاي الحلقة وأقول رسالة إلى شلة الفاسدين اللي يشوف نفسه مو فاسد ما له علاقة بهذا الحج، بس إلى شلة الفاسدين معودين ثلاثة أرباعكم كان عايش على $400 إعالة رعاية اجتماعية برا، وكم منكم انطلق مرته صوريا حتى ياخذ هو 400 وهي 400-800، اجيتوا مو بس انتم مو بس البرا حتى الداخل، اجيتوا ربيتوا لكم سنافر من نام للداخل وصار افقركم هسه سواله خميره 10-15 مليون دولار. كافي كافي كافي، ترى مثل ما قال الاستاذ رحيم بدايه الحلقه، ترى حوبه العراقيين تبين مو هسه باكر، تبين بصحتك صحة أطفالك بعرضك، حتى بعرضك تبين إذا مو هذا الجيل الجيل الوراء. كافي كافي.